فلاون غمز والو تنمير تيقمت نفيس القاسم اللي غادي يسمون غساد نسوال في تموكريسي انت ديمقراطية دي زرفان وفقال شو بيحكي هو يتكلم اعتقد باللغة سأترجم يا ارياز ماذا تليث اخواتي 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 اقوله بالامازيغي شو عم تحكي يا ارياز ماذا تليث يا اخي استمع كما استمعت اليك تفضل اخواتي اخواني بداية أشكر الأستاذ فيصل القاسم على هذا اللقاء الذي جمعنا من أجل التحدث حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي عمق الإشكال في هذه المنطقة التي نعيش فيها وأود أن أقول بأن ما يوحد الناس هو المصالح المشتركة والقيم المشتركة وهذا يتأسس على المواطنة والمواطنة تتأسس على السلطة المشتركة والموارد المشتركة والقيم المشتركة والذي يوحد الناس هو التمتع بالحق في أن يكونوا مواطنين يتمتعون بنفس الحقوق بدون سبب بدون أي تمييز بسبب اللون أو الدين أو اللغة أو العرق أو الأصل أو أي سبب آخر وأود هنا أن أقول بأن القوميين هناك قوميون ديمقراطيون يؤمنون بالمواطنة وهناك قوميون شوفينيون هم يشكلون شكلا من الفاشيست يريدون تدمير كل الناس ويريدون القضاء على اللغات وهويات وثقافات الشعوب التي عاشت آلاف السنين تناهض وتناضل وتصمد من أجل حفاظ على حرياتها وهوياتها ولغاتها وثقافاتها ليس هناك حل آخر غير الآليات الديمقراطية والتمتع بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والإنسانية ناضلت طويلا ودخلت في صراعات كثيرة دمرت فيها شعوب ودمرت فيها أقوام ولكن توصلت إلى الحد الأدنى الآن الذي يشكل الحد الأدنى للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولم يكن هذا إلا في سنة 1948 مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أسألك سؤال جميل جدا بس دقيقة هذا كلام جميل إنه يجب أن نركز على المواطنة لكن أنا أسأل سؤالا هل تكفي المواطنة؟ ألسنا بحاجة لهوية؟ في بريطانيا في بريطانيا هناك مواطنون يتمتعون بكل حقوقهم لكنهم مواطنون بريطانيون وهكذا الأمر في فرنسا وإسبانيا وكل الدول التي تحترم نفسها. نحن نتكلم عن الهوية ألسنا يعني لماذا حرام علينا أن يكون هناك أمة عربية؟ هناك كل الأمم تقول إسباني كذا، لماذا حرام علينا؟ ها هو السؤال. أولا يجب أن نعلم أن المواطنة لا يمكن تأسيسها إلا على احترام الكرامة الإنسانية، كرامة الإنسان كبشر، ولا يمكن تأسيسها إلا على أساس احترام كرامة الشعوب. وأي شعب تدمر لغته وثقافته تهينه، ولا يمكن أن يتابع معك ما تريده، لأن الأساس هو أولا احترام الكرامة الفردية واحترام الكرامة الجماعية. في حديث القوميين العرب الشوفينيين هناك خلط كبير ما بين العروبية والعربوفونية، كما الخلط ما بين الفرنسية والفرنكوفونية. نعم. وهذا خلط كبير لأنهم يبنون وتحدث عن القوميين الشوفينيين العرب وهناك قوميون ديمقراطيون يفهمون ذلك، فإن العربوفونية ليست هي العروبة، يجب أن نفهم ذلك. والعالم الذي نسميه العالم العربي هو في الحقيقة عالم عربوفوني، وفيه جزء كبير فيه جزء مهم عربوفوني. فالعرب هما في الجزيرة، وباقي العالم الناطق بالعربية هو عالم عربوفوني. يا رجل أنت فلا يمكن تعيش أن تجعل كل العناصر المكونة للأمة والقومية موجودة في الأمة العربية، اللغة والدين والتاريخ والثقافة والروح والمصالح المشتركة والامتداد الجغرافي. إذا توقف كل العناصر، هل الشعوب الأمازيغية عرب؟ أم تقولون إنهم عرب نقود على أساس أنهم جاءوا من المشرق؟
هل الشعوب تريد جواب؟ السورية تريد جواب؟ عرب؟ تريد جواب؟ هل الأرمن عرب؟ تريد جواب؟ هل تريد جواب أم لا؟ هناك شعوب بس دقيقة بس دقيقة. لا يمكن الحديث ايه؟ عن منطق الخلط في المفاهيم ليس هناك لا يمكن كما تخلطون بين العربية ولغة القرآن وتعتبرون أنه بما أن لغة القرآن هي نزل بالقرآن فهي مقدسة هل تقدس أيضا شعر امرئ القيس وشعر ابي نواس ماذا جرى لك شو ما هذه المقارنة ماذا جرى لك هذه المقارنة بدون مقاطعة يا دكتور يا دكتور مقدس. بس دقيقة العراق العراق أنت في العراق في العراق وفي جميع البلدان التي كانت فيها أنظمة استبدادية وعروبية هي بسياساتها التعريبية وبسياسة تطميس الهوية وبسياسة الاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم فجروا كل شيء لأن السنة والشيعة في العراق عرب وتجمعهم العروبة ولا فرق بينهم ولكنهم يتصارعون اليوم لأنهم من بسبب سياسة التعريب ولكن في نفس الوقت لا 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 الاستبداد الشيعة عرب الاستبداد الداخلي وحرمان من المواطنين وحرمان المواطنين من حقوقهم جميل جدا. والسبب الرئيسي هو احتكار السلطة واحتكار الثروة واحتكار الموارد من طرف هؤلاء القادة العسكريين القوميين العرب سواء في العراق أو في ليبيا أو في سوريا إن الذين تحدثوا لحد الآن يتحدثون بمفاهيم إقصائية فالمفاهيم العرقية المركزة على العرق العربي ضد القوميات الأخرى والشعوب الأخرى ويتحدثون عن العروبة الثقافية وهي معناها أن كل من له ثقافة ويتحدث العربية فهو عربي ويستعمل بذلك الحديث المغرض الذي تم خلقه من تحدث العربية فهو عربي وإن هذا الاتجاه هو تدمير للهويات الثقافية الأخرى وتدمير للآخرين ولا يمكن للشعوب الأخرى أن تسمح في هويتها ولغاتها الثقافية الخطاب الذي سمعته من الأخ ومن الأخوين هو تعالي قومي ضد كل المجموعة نعم تعالي قومي لأنه لا يتحدثون عن حقوق القوميات الأخرى والشعوب الأخرى بل يتحدثون فقط عن العروبة والعرب بمنطق شوفيني ضيق فهذا هو الخطر بس أين شوفيني بس دقيقة نحن نتحدث يا سيدي يا سيدي دولة قومية يا سيدي نحن نتحدث عن العروبة الثقافية الشوفيني. لا يا أحمد فيصل الخطاب يعني نحن لا نستطيع أن ننكر الرجل يقول أن العروبة السياسية نفرت حتى العرب أنفسهم دقيقة العروبة السياسية والتجارب نفرت حتى العرب وتحدث لك عما حدث في العراق وغير العراق نفرت حتى العرب أنفسهم بس دقيقة من فكرة العرب والعروبة أنا أقول التجارب القومية بين قوسين القومية بالنسبة عندما نقول المشروع القومي كلمة قومي تعني أو التجربة القومية الديمقراطية القومية دولة للقوم كلهم بالتحديد إذا كان العربية كويسة إذا بس قلت أنت هناك مشروع قومي أو دولة قومية بالتحديد ديمقراطية لأنه لو كانت دولة لعائلة نقول دولة عائلة دولة لحزب دولة حزب دولة طائفة دولة طبقة دولة بطيخ مبسمر إلى آخره نحن نقول دولة قوم دولة قومية إذا بالتحديد باللغوي اللغة العربية أيضا هي دولة ديمقراطية معليش مشان اللي ما بيعرف عربيته شوي فشكل مضيف كلمة الديمقراطية بس هو عندما نصرح الدولة القومية معناها بالحكم حكما أصولا ديمقراطية إذا كان بعض التجارب القومية قد ارتكبت أخطاء في المشرق العربي فهذا ليس حجة على الفكرة القومية وعلى على الطموح المشروع لهذه الملايين كي ترى نفسها في دولة فيها وحدة وقوة ومنعة قومية وكرامة قومية وعزة مثل باقي أمم الأرض هذا ليس حجة لأن المسيح تعى إلى المحبة والتسامح وحتى الحب وضع الحب قبل الإيمان بس إذا طلع واحد مسيحي قاتل هل معناها المسيحية باطلة؟ المسلم أيضا إذا كان منحرف الإسلام حجة على المسلم والإسلام سجد وإذا لا يمكن بذريعة هذا كلام حق أريد به باطل كما قال الإمام علي هذا الكلام لا يمكن بحجة أنه صار في أخطاء في بعض التجارب القومية أن ننسف الفكرة مثله كمثل أنه النار حرقت كوخ لواحد إذا نلغي النار من الحضارة ما النار أساس الحضارة ولو حرقت كوخ ولو تجربة قومية أخطأت نعود إلى النار لأنها أساس الحضارة ولا نستغني عنها أيضا مثل إذا واحد ولكن مثل إذا واحد يا أخي اسمع يا أخي إذا كان واحد إذا واحد في مثل أنا سأتحدث حقوق الآخرين لماذا تتحدثون فقط عن أيديكم عن عروبتكم فقط المشكلة الأكثرية أنت ديمقراطي شوفيني يا جماعة بدون مقاطعة ليز أنا أتحدث لأنني أنا ديمقراطي
يا أستاذ، لأن الأكثرية عرب في هذه المنطقة. قبل أن نتحدث عن تركمان، في 10 تركمان موجودين شرق حمص في سوريا، لا أدري وين، مع احترامي للكل سأتحدث عن عرب سوريا الذين يشكلون 90% من هذا الشعب، وكذلك العراق والعراق واللبنان. إذا أنا من باب الديمقراطية يا أستاذ حسن أطرح مشكلة الأكثرية أولا، عندما يكون مشكلة تخص 90% من الشعب في الدول، في كل دول العالم، الإنسان يبدأ فيها كأولوية ولا يبدأ بأولوية بمشكلة تخص 2% و10% فقط. هناك مثل فرنسي، أنت تعرف فرنسي المغاربة، إنه جوتي لانفان افيك لو لانشال، أنت شو عم تساوي؟ عم نزت، لأنه تجارب قومية ارتكبت أخطاء، عم نزت الطفل البريء مع الغسيل الوسخ. لا، الغسيل الوسخ من جدته وقت من لاقي، بس الطفل من شارب للدهموز. نرجع للتجربة القومية. أما بالنسبة بتخلص إذا سمعت، بالنسبة للأقليات، بالنسبة للحقوق الثقافية، نحن مع الحقوق الثقافية كما فعلت البريطان، نحن مع القيام، لكن ليس وليس من أجل عيون 10 زعران كما قلت لك في كل بلد يريدون باسم مذهبي. يعني هذه الحركات حركات زعران في أكثرها، نعم، تيارات انعزالية يلعب فيها الأجنبي ويلعب فيها التعصب أو الجهل، لأنه أما جاهلين انظر ماذا صاروا بالهركيين الجزائر، ماذا صار مصير جيش لبنان الجنوبي. لحظة، دقيقة بس، جيش لبنان الجنوبي الوقت، بس دقيقة، المشروع لك، المشروع الانعزالي في لبنان، كان هناك تيار انعزالي في المارونية السياسية وليس كل موارنة، ماذا صار فيه؟ لقد قبل هذا المشروع، ماذا كان مصير جيش لبنان الجنوبي؟ عملاء في إسرائيل، والآن يقيمون دولة إسرائيل لأنهم تعاملهم كعبيد روما. ماذا كان مصير الهركيين الذين خانوا مع الاستعمار الفرنسي هذاك؟ ماذا هذه كله هذا مصير؟ إما يحركهم هذول، أقول زعران، إما يحركهم الجهل، خلص الجهل، وإما يحركهم تعرف شو؟ التعصب الأعمى، وإما يحركهم مصالح أدوات للأجنبي. جميل جدا سيد حسن بن القاسم، نعم. أسألك بالاتجاه الآخر، هل أنت مع الآن مع النغمة الموجودة في المنطقة العربية؟ الكل يتفاخر كما قلنا قبل قليل ب أنا إسباني، أنا فرنسي، أنا أمريكي، أنا كذا. المنطقة العربية الآن أنا شيعي، أنا سني، أنا كردي، أنا أمازيغي، مش عيب؟ طيب بس أنا خليني أسألك يا أخي، مرة وزيرة بريطانية قالت نكتة عن الباكستانيين في بريطانيا، طارت من مكانتها أو طارت من منصبها خلال خمس دقائق. نحن ما عندنا شغل وعملي إلا دق أسفين بين الطوائف الآن. يا أخي، أين هي من هذا الحديث المساواة وعدم التمييز بين الناس؟ أين هي المساواة وعدم التمييز، وهي مبدأ من المبادئ التي توصلها المجتمع العالمي الآن؟ المساواة بين الناس بدون أي تمييز بسبب اللغة والدين والعرق. جميل، جميل، جميل. أين هي المساواة بين اللغات والثقافات؟ هذه مسلمات. أين هي المساواة بين الشعوب كبيرها وصغيرها؟ الإعلانات التي توصلت إليها الأمم المتحدة وشعوب العالم في إطار تفاهم تقول بكل وضوح احترام الكلام الإنسانية واحترام الشعوب كبيرها وصغيرها، وفي خطاب القوميين الشوفينيين العرب أنا لست شوفيني، ليس هناك نهائيا حديث عن المساواة وعن الحقوق، بل هناك تفكير بمنطق قنبلة من يخالف، تحطيم من يخالف على شكل تدمير. أين هؤلاء القوميين الشوفينيين؟ لماذا لا يتحدثون ولو مرة واحدة عن حقوق الشعوب الأخرى؟ من قال لك لا يتحدثون؟ لا يفعل، لا أبدا لا يفعلون. الدكتور جمال أساسي قومي سوري، أسمع الناس الذين يدافعون. هناك قوميون ديمقراطيون يتحدثون على أساس مبادئ، هناك مبادئ، هناك مبادئ يجب احترامها، احترام المساواة وعدم التمييز، احترام مساواة بين الشعوب، بين اللغات والثقافات. هناك من يدعو إلى قضاء على جميع اللغات في هذه المنطقة. يا أخي بس أنت حصلت على حقك في المغرب، عندك المغرب فيه تقدم وفي الجزائر إيجابي، وفي الجزائر حيث الأمازيغ يمثلون الأغلبية ويجب أن نعرف ذلك. في الجزائر أقلية، لا أغلبية، ليست هناك إحصاءات. في الجزائر أقلية، كل الإحصاءات. أنا سألت المغاربة، لا سألت الأمازيغ الجزائريين، أعرف ما يجري. المغاربة عندهم 55% أمازيغ، في الجزائر 30%. أتحداك هم الأمازيغ. ماذا فعلت سوريا بالنسبة للأقليات أو للشعوب الأخرى؟ ماذا فعلت البلدان أخرى. يا أستاذ حسن، بس دقيقة. التقدم الحاصل في شمال إفريقيا حصل فعلا تقدم مهم، رغم أن هناك عرقلة وهناك تألب القوميين العرب الشوفينيين من المشرق، وهناك ديمقراطيون. هناك ديمقراطيون. اسمح لي بسؤال له. دقيقة، ألم يحصل ذلك في العراق؟ رئيس العراق الآن طبعاً كردي، وهلا يمثل 2% من الشعب العراقي. ولكن من يتصارع الآن في العراق؟ الشيعة
والسنة وهم عرب، هل جمعتهم العروبة؟ هؤلاء ليسوا الشيعة، لأن العروبة كما هؤلاء الشيعة مزيفون والسنة مزيفون وغيره من القوميين الشوفينيين العرب هي عروبة مدمرة. إذا كانت شوفينية يجب أن تكون عروبة ديمقراطية لكي ننتقل من مجتمع استبدادي إلى مجتمع ديمقراطي. والمقارنة ما بين المنطقة فيها عد 15 دولة وأكثر ومنطقة ودولة فرنسا هي مقارنة في غير محلها، في محلها هناك سلطة وهناك مواطنة وهناك حقوق، وفي هذه المناطق هناك احتكار الثروة واحتكار السلطة واحتكار القيم، وهذا مهم جدا. وفي احتكار القيم يدخل أن هؤلاء عرب ثقافة أمازيغ لهم عروبة ثقافية، إذا لا حاجة بهم إلى لغتهم ولا إلى ثقافتهم. التعريب يا أخي تدمير للهوية الإنسانية، القضاء على اللغة على لغات الأم هو تفقير للبشرية كما يقول إعلان مكسيكو. أشكرك جزيل الشكر.